السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير والاحوال والحال وكل شيء مزيان. يا ربي ترفع علينا هذا الوباء ونرجعوا حتى احنا للبلاد ونشوفوا الفليده كي دايره توحشناها. تحياتي لكم كاملين وكنبغيكم كاملين. اليوم كنت غادي نمشي ندير واحد الفلوق في واحد المدينه اللي هي شويه بعيده، حوالي 70 كيلومتر، ولكن مع الاسف ما كتبش بواحد الحادثه السير اللي كانت لاكود، واحد الكودة طويلة، اضطريت انني نرجع واحد الحادثة السير اللي كانت مميتة، واضطريت انني نشوف شي مخرج ونرجع على الطريق. هادشي اللي علاش ما كتبش هاد الفيديو هذا، ان شاء الله يكتب المرة الجاية. نستناو الاسبوع الجاي ان شاء الله نديرو شي فلوغ شي مدينة اخرى ان شاء الله. وصراحة بغيت نبدل شوية الطريقة ديال لي فلوغ، وصراحه بغيت نبدل الطريقه ديال الفلوغ، ولهذا انني كنت غادي نبدل الطريقه ديال الفلوغ، ولكن مع الاسف ما كتبش. نتمنى ان شاء الله الاسبوع الجاي يكتب هذا الفلوغ، ان شاء الله نديرو في شي مدينه من المدن. سمحوا لي راه كنتفاعل مع السوق، وكنطرد البال مع الطريق، شويه صعيب الحال. هي هذه الاخوه اللي اول مره معنا، ما ينساناش شي اشتراك، فضلا وليس امرا، ما خاسر والو. عجبكم شي فيديو ديروا لنا اشتراك، فعلوا لنا الجرس الا كان اي جديد باش نشجعوا، وديروا لنا جيم باش ينتشر هذا المحتوى هذا. ولو انه محتوى ضعيف لحد الان، ولكن شويه بشويه، يعني راه كيقول لك حتى شي حاجه ما كتجي على قبلها، اي حاجه الناس باش توصل كتجي، يعني كتجي مرحله بمرحله. ولهذا انا قلت لكم فضلا وليس امرا، بطبيعه الحال هادشي كيبقى دائما فضل القلب ديال الانسان. الا كان يبغي اخاه يعني باش يطلع، شوف على القلب. مهم، فضلا وليس امرا، جامل الفيديو الى عجبكم باش ينتشر بطبيعه الحال، ما نكذبش عليكم. واللي اول مره معنا اشتاق، تحياتي لكم، وخليكم مع هذا المقطع ديال دقيقه تقريبا ديال هذا لاكسيدون، والله المستعان، وتحياتي لكم ومن بعد ان شاء الله. السلام عليكم.